من المهم احترام عادات وتقاليد المجتمع الذي تزوره عند سفرك لبلد جديد. وعندما يتعلق الأمر بدبي، هناك قوانين محددة يجب عليك اتباعها، وأشياء أخرى يجب عليك أن تتجنبها مطلقاً. فعلى الرغم من كون طابع التسامح طاغياً في دبي، إلا أنها مدينة إسلامية، وبالتالي فهناك تصرفات يجب عليك أن تتجنبها لتفادي الاحتكاك بالسلطات. يجب على الرجال أن لا يرمقوا النساء بنظرات إعجاب في الأماكن العامة. إن التودد إلى نساء لا تعرفهن أمر مرفوض جداً بدبي، ويشمل هذا الغمز ورمق النساء بنظرات تودد وإعجاب في الأماكن العامة. وبما أننا تطرقنا لهذا الموضوع، فإن التقاط الصور لنساء لا تعرفهن هو أمر غير مقبول مطلقاً. فعلى الرغم من السماح للسياح بالتقاط الصور كما يريدون، إلا أن تصوير نساء مسلمات في الشارع يعتبر من الأمور المرفوضة في دبي، ويفضل أيضاً أن تطلب إذن الرجال الغرباء الذين تنوي أن تأخذ صورهم أيضاً. لربما تعد هذه الأعراف الاجتماعية متعارف عليها في العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أن تجاهلك لها في دبي قد يزج بك في السجن. ومن الجدير بالذكر أن إلقاء نظرات إعجاب على شبكة الإنترنت في دبي أمر غير ممكن أيضاً، نظراً لكون المواقع الإباحية محجوبة هناك. المصافحة والتعبير العلني عن المشاعر. إن المبادرة بالمصافحة مع شخص إماراتي أو مسلم من الجنس الآخر أمر غير مستحب في دبي. انتظر أن يبادروا هم بالمصافحة كي لا تضع نفسك في موقف محرج. على الرغم من كون إمساك الأيادي مقبولاً في دبي، إلا أن تبادل القبلات والعناق في الأماكن العامة يعتبر خطاً أحمر، وهذا يشمل المتزوجين أيضاً، لذا لا تنجرف واكتفي بقبلة بسيطة على الخد. بعض الإيماءات والإشارات قد تدخلك السجن. لا تشر إلى شخص ما مستخدماً إصبعاً واحداً، فإن عقف إصبع السبابة واستخدامه لمنادات شخص ما على سبيل المثال هو أمر مهين عموماً، وفي دبي خصوصاً. استخدام هذه الإشارة وأي إشارة أخرى تدل على الاحتقار والإهانة، كما تعتبر عملاً إجرامياً. استخدم يدك كاملة عند التلويح لشخص ما ومناداته، فهذا أفضل من أن تواجه اتهامات أنت في غنى عنها. قوانين احتشام تحدد ما ترتديه في دبي. تجنب أن تتجول عاري الصدر في شوارع دبي. قد تكون هذه القاعدة بديهية للنساء، ولكن على الرجال أن يتبعوها أيضاً. بالتأكيد ليس الاحتشام لهذه الدرجة ضرورياً في الشواطئ، ولكن إن كنت تمشي في الشارع ارتدي قميصاً، والأفضل أن يغطي كلا كتفيك. إن كنت امرأة لا تذهبي لزيارة الجوامع بدون غطاء على الرأس، ولا داعي لشراء واحد، فهناك من سيعطيك واحداً عند ذهابك لزيارة جامع. شرب الكحول. المشروبات الكحولية ليست ممنوعة بشكل كامل في الإمارات العربية المتحدة، فهناك مطاعم ونواد ليلية وحانات مرخصة لبيع الكحول، وهناك أسواق محددة يسمح فيها ببيع المشروبات الروحية. ولكن إن كنت تنوي البقاء في دبي لفترة طويلة وكنت راغبا بتناول الكحول، فستحتاج إلى رخصة شرب. شروط الحصول على رخصة لشرب الكحول في دبي: أن تكون غير مسلم، أن يكون عمرك أكبر من 21 سنة، أن تكون مقيماً في دبي، أن يكون مرتبك الشهري أكثر من 3000 درهم، تجنب قيادة سيارتك وأنت تحت تأثير الكحول. هذه القاعدة لابد من الالتزام بها في أي مكان في العالم، ولكن في دبي لا تفكر حتى بأن تلمس مقود السيارة، مهما كانت الكمية التي تناولتها ومهما كان مستوى الكحول في دمك، ففي أغلب الأحوال سيزج بك في السجن. دولة الإمارات لا تتسامح مطلقاً مع من يقود سيارته ثملاً، ومن غير المسموح أيضاً المشي في الشوارع العامة وأنت ثمل، فإن تم كشفك من قبل السلطات وأنت بهذه الحالة فستضطر لدفع غرامة كبيرة. قل لا للمخدرات بلا تردد. اترك العقاقير التي تستخدمها للاحتفال في بيتك قبل سفرك لدبي. إن تم القبض عليك وبحوزتك مواد ممنوعة فستحبس لمدة 4 سنوات، وإن تم القبض عليك وأنت تتاجر بالمخدرات فسيحكم عليك بالسجن المؤبد. هناك قوانين وانضباطات أخرى متعلقة بالضوضاء واستخدام لغة فاحشة، وحتى قوانين تمنع الرقص في الأماكن العامة. وأخيراً، لا تجعل هذه القوانين تثنيك عن زيارة دبي، فهي مدينة عالمية مع ثقافة نابضة بالحياة.